السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حبيبي how are you? Our memorization today will be سورة الفيل up to آية number 3. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. May Allah make it easy for you to memorize and see you inshallah. Assalamu alaikum, habibi.